السلام عليكم. عليكم السلام. استريحوا استريحوا يا عبد الله. وش ظنكم؟ ما هي بعيدة يكون سيارة. وأنا بعد على هالرأي. بس ما مبين على الجهاد إنهم يعرفون بسالفة سمرة وسيارة. الصحيح إن هذا تحير. المصيبة إنك ضبوه وطلع سيارة. ظنون يخلص من كمينهم؟ ما ظنيت. أنت كل تلة 16 خيال. أي درب يجيه يلقاهم قدامه. هو رمح قال من أي تلة جاء؟ الغربية. أنا أعرف سيار زين راح يجي من نفس التلة. أظن أنهم كرسين حراستهم على التلال الثانية. هذا هو جاه، خلوه يقرب منه. تظننا نقدر عليه؟ سود وجهك، كلها رجال وما نقدر على واحد. شوف النار وخلوا الكمين الثاني يعرف أنه جاه عندنا. بسرعة بسرعة. روح روح قبل لا تصل فزعتهم. حرص على روحك. البين عليكم، عوامكم مثل أفروخ الصيد وهو واحد. وين راح؟ صار اثنين وذبحوا رجالنا. أنا طال عمرك. الحمد لله إنه لك شبيه. عمت عينك وعين أمك. ما عندي رجال، ما عندي رجال. ما هو لو اثنين، لو 16 كثركم ما يردوا سالمين. طعنه واحد وزبطنه. عفية عليك. عمت عين أمك. الله يستر. تأخر. من عرفنا سيار حنا من بلوى البلوى. الله انت صادق. وإذا لا سمح الله امسكوهم اثنينهم. مالك راح تصيفي على ركوب الطالون. اما اذبحه وانا خميثه او يطلقوهم. وبعد شلون؟ بعدها مصيبه لها اول. والله العالم التاليه. ما حد شافك ابو عرب. سلامات على الله. يسلمك. خفيفه ما هي شيء. اعطني ثوب جديد ورباط الجرح بسرعه. اقعد اقعد. يلا عسى ما ترك نساءه الشد. الله تحد ظروف وقت اهلين ياتي.
حتى أن يعطيه مطلوبه ولا رده ويشوف فرق المراجل بينه وبينه. الله الله، أنا رفيقي على العسرات ما حده، أدرى رفيقي مثل ما أدرى على عيني، وأنا رفيقي اللي أشفت الزمن ضده أقوم في واجبه من قبل يدعيني، وإن كان لأجل زومي يقدر يسده، ولا ترى العذر لأجل من يكفي ما يوجع السبت، كون البور والصده من واحد يقدر وما قام يسكين.